قريبا يعني انتهت مباراة الذهاب لنهائي رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم بين الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي بالتعادل بهدف لمثله مساء اليوم ومساء أمس السبت بملعب برج العربي بالإسكندرية بمصر. أهداف اللقاء سجلها مؤمن زكريا في الدقيقة الثالثة للأهلي وأشرف بن شرقي في الدقيقة السادسة عشرة للوداد البيضاوي. هذا وسيجرى لقاء الإياب يوم السبت القادم بالمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية. وبعد نهاية النهائي رابطة الأبطال، نعم، كما ذكرنا بالتعادل الإيجابي، كاميرا شروق نيوز رصدت آراء جماهير الأهلي المصري بمدينة القاهرة. لا، النهارده الاهلي يعني انا شايف ان الاهلي مسيطر، يعني 80% من الماتش الاهلي مستحوذ على الكوره، يعني من الدقيقه 55 تقريبا الفرقه ما راحتش على الشريف اكرامي خالص. لكن هي ما فيش حظ، هي الكوره مش عايزه تدخل، يعني اكتر من خمس ست كور الشوط الثاني مش عايزه تدخل. وبعدين فرقه الوداد فرقه كويسه جدا، ما قدرت ان هي بعد جون التعادل تقفل صح وتقف صح. انا شايف اللعيبه كانوا كلهم رجاله وعملوا ماتش عالي جدا جدا، بس كان في سوء تنظيم في وسط الملعب، وكان في، انا شايف ان في سوء اداره شويه من المدير الفني، لان وليد ازارو باين قوي من كل الماتشات اللي فاتت ان عنده سوء حظ رهيب ولسه ما اندمجش مع اللعيبه. كان عنده عماد متعب بره، كان عندنا احمد الشيخ كان ممكن يعمل جبهه قويه جدا. كان معروف ان وليد سليمان من الماتش اللي فات عنده اصابه فما كانش يجازف بيه، فخسروا الماتش ده وخسروا الماتش اللي جاي، لكن اللعيبه عملوا ماتش عالي جدا. كان في توفيق عالي قوي من دفاع الوداد. ان شاء الله الماتش الجاي يكون التوفيق مع الاهلي، وان شاء الله يبقى في الفوز للماتش للنادي الاهلي الماتش الجاي ان شاء الله. الاداء كان كويس، بس في شويه غلطات في التشكيل. طبعا عبد الله السعيد لعب الماتش كله من اوله لاخره، ده وراجع من اصابه. في بعض التكتيكات كده في الملعب مش مظبوطه، في برضو تغييرات نفسها، برضو في تغييرات مش مظبوطه، خروج رامي ربيعه ليه، وليد سليمان نازل وبعدين طلع، عماد متعب ليه ما ياخدش وقت زياده، ماتش دوت ما يلعبش ليه من اول، من على الاقل من بدايه الشوط الثاني.